مدينة دهب موجودة في أغلى أرض على مصر، وهي أرض سينا. مدينة دهب لناس كتيرة قوي هي أكتر مكان بيحبوه في مصر، وغير كل ده فعمرك ما هتلاقي حد جه دهب قبل كده ومجاش تاني كتير جدا. الصراحة حاجة غريبة قوي ومش مفهومة، ليه الناس بتيجي تاني؟ خليني في الفيديو ده بقى أخدكم معايا في يوم كامل نستكشف فيه دهب مع بعض، أعرفكم على جمالها وهدوءها وطبيعتها الجميلة، ويومكم الطبيعي هنا بيكون شكله عامل ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدونا واحد لايك عشان نوصل الفيديو ده ل 500 لايك، ويلا بينا نبدأ اليوم بتاعنا مع بعض. ورحت العياط كم مرة؟ في دهب بقى يا جماعه تقوموا الصبح ماشي تطلعوا على الفيو ده، خليني اخدكم معايا يلا بينا. بصوا الفيو يا جماعه، الهواء هيبقى شديد شويه. انت صاحي كل يوم تتفرج على الفيو ده، منظر رهيب منظر رهيب. المكان اللي احنا قاعدين فيه ده بجد رايق قوي، يعني مثلا ايه ممكن تيجي تقعد هنا كده فاهم، تقعد هنا كده تستمتع بالهواء. الفيو بقى بتاع البحر يا جماعه من هنا من هنا، لا انت قاعد كده في روقان خالص. قبل ما اخدكم على البحر بصوا بقى السلم ده، بص السلم ده، نطلع فوق دلوقتي اوريكم الفيو من فوق بقى عامل ازاي. يلا بينا بصوا الفيو بقى. منظر رهيب، وبعدين منظر في الهدوء بقى خالص، يعني بجد بصوا يا جماعه الوان البحر، بصوا هنا لون وهنا لون وهنا لون وبعد كده هنا لون، لا 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 مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. بصوا بقى الدنيا هناك عامله ازاي، في الفراغ خالص خالص مش حاسين باي حاجه، ومنظر النخل اللي موجود هناك. بصوا الجمال بجد. هننزل دلوقتي ناخد لفه على البحر كده، بعد كده نرجع نفطر وزي ما قلت لكم نبدا اليوم بتاعنا. طلعنا نمشى على البحر شويه بقى، فرقوا كده الدنيا هنا عامله ازاي في المكان اللي انا قاعد فيه. بصوا يا جماعه بصوا الجمال، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ايه الجمال ده؟ بعدين المميز الصراحه في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده هو صف اول على البحر، العزله بقى بتاعت اللي هو انت والبحر والهدوء والروقان، قاعد هنا تنزل على طول تنزل البحر، بعدين ايه اختلاف بقى الالوان وبتاع ومش عارف ايه، لا لا منظر رهيب. انتوا يا جماعه شايفين الجبال اللي في مرمى البصر بتاعنا دي؟ شايفين الجبال اللي هناك؟ اعمل لكم زوم شويه بحيث تشوفوها. عارفين دي جبال ايه؟ دي جبال السعوديه اللي هناك دي يا جماعه، دي السعوديه الناحيه الثانيه من المكان اللي احنا فيه ده، الناحيه الثانيه من دهب. يبقى شايفين الجبال بتاعت السعوديه الناحيه الثانيه، درجة يعني من كتر ما هي قريبة احنا شايفينها، يعني شايفينها من المكان اللي احنا واقفين فيه ده. ساعات اصلا بيبقى في حتت في دهب ساعات بتورط فيها الشبكة كمان بتاعت السعودية. خلينا بقى نرجع نفطر ونبتدي اليوم بتاعنا، هاخدكم معايا يوم كامل في دهب نفهم الناس بتحبها قوي كده ليه. واخيرا يا جماعة الاكل بتاعنا نزل. بصوا يا جماعة نفطر قدام ايه؟ شايفين الفيو عامل ازاي؟ رهيب رهيب رهيب. ده الفطار بتاعنا، طعمية، فول، خضار، بطاطس، بتنجان، وبيض. ده الفطار بتاعنا، معانا المية بتاعتنا، معانا الفيو بتاعنا، ونكمل بقى اليوم بتاعنا في دهب النهاردة. خدكم بقى جولة سريعة جوه المكان اللي انا قاعد فيه قبل لما ننطلق. بص يا جماعة مبهدل الدنيا شوية، بصوا بقى المكان اللي انا قاعد فيه عامل ازاي. بصوا عاملين بقى البتاع دي هنا كده، طبعا دي مش حقيقيه يعني بس شكلها الصراحه لذيذ قوي، وحاطين بقى اللي هو ايه مخدات على الارض عشان اللي هو ايه لو عايز ان انت ايه يعني تنام من الاخر هنا، اللي هو تقعد تروق شويه كده
جنب البتاع دي كانها دفايه يعني والكلام ده، بس لذيذه جدا الصراحه يعني، انا عجباني فعلا. ده منظر السرير اللي في الاوضه، طبعا شكله لذيذ جدا برضو. ده انا وفي زي علاء الدين، هنغير كمان شويه. عندي مطبخ برضو هنا، ده المطبخ عندي مايكروويف وتجاز، عندي نسبيا كل حاجه يعني في الروم اللي انا فيها دي، وعندي ثلاجه وفي دولاب هنا، وده التواليت. مساء الخير. بس ده المنظر يعني العام. الصراحه مكان لذيذ جدا يعني، السيرفيس هنا حلوه قوي الصراحه، هي تعتبر يعني كانها شقق فندقيه يعني نسبيا، يعني هو مش اوتيل، ولكن الصراحه الكواليتي دي في دهب الصراحه انا بابريشيتها جدا وبقدرها جدا، لان برضو المكان بتاعه متميز جدا يعني. بصوا يا جماعه، يعني احنا هنا اهو، والبحر هنا، ده البحر وده انا يعني. ثانيه واحده بس، اللي هو زي الفيديو اللي انا نزلته على انستجرام، حرفيا ثانيه واحده بس بتبقى عند البحر، فتحفه تحفه الصراحه يعني. وفي حاجه غريبه قوي في الروم دي، لسه هوريها لكم. يا جماعه شايفين بتاع ده، بتاع دي ممكن تفتحوا بقى السقف كده، فيبقى عندكم فيو للسما من جوه الروم، فروشه قوي الصراحه. عاجبني قوي الكونسبت ده، وممكن تفتحوه بالليل بقى تتفرجوا على النجوم كمان وبتاع، فلذيذ لو الجو بره برد شويه او هواء او كده، فتقدروا ان انتوا يعني تستمتعوا بالكلام ده من جوه الروم عادي جدا. نغير دلوقتي وبعد كده ننطلق للمكان اللي هنروحه الاول في اليوم بتاعنا في دهب. يلا بينا. لبسنا خلاص واستعدينا لاجواء دهب، لبسنا ده دهبي وده افريقي عشان نعمل ميكس شقي كده. ولعنا الصراحه البنطلون بتاع علاء الدين علشان هو ايه، مش هيظبط معانا في اللي احنا هنعمله دلوقتي. حاجه في دهب بقى يا جماعه، ان يبقى معاكم عجله، فجبنا العجله دي. احلى حاجه ان انت يا اما تستكشف دهب وانت بتتمشى، يا اما تستكشفها بالعجله، متعه تانية خالص بجد. وبعدين احلى حاجه في الموضوع ايه، ان كل حاجه نسبيا قريبه من بعض. هناخد العجله بتاعتنا دلوقتي ونستكشف. كده احنا وصلنا الممشى يا جماعه، ده الممشى الجميل بتاع ده. وصلنا لواحد من الاماكن المشهوره في دهب، هو الكوبري بتاع الممشى. ده المنظر من على الكوبري يا جماعه. كتير قوي بيكون في دايفرز او غطاسين بينزلوا من النقطه دي، وبينزلوا من كذا نقطه تانية على مدار اصلا الشاطئ بتاع المكان بتاع الممشى اصلا. بص الناس اللي هناك دي لسه خارجه، حاجه غريبه. هتمشى قدام شويه بقى اوديكم حته مكان بحب اقعد فيها على طول. ركنا العجله وجينا بقى فلات وايت. ده يا جماعه اكتر مكان انا بحب اشرب فيه قهوه في دهب كلها. ليه بقى؟ عشان الفيو ده. بصوا بقى الفيو اللي احنا داخلين عليه، فيو رهيب. بصوا بقى اتفرجوا على البحر وانتوا قاعدين تشربوا قهوه. بصوا الفيو يا جماعه، بس الترابيزه اللي انا بقعد فيها على طول متاخده، فهنقعد ورا هنا بقى انه بعيد شويه. بس انا الصراحه بحب اقعد يا اما هناك يا اما في الترابيزه دي، بس الاثنين متاخدين، فهنقعد نشرب القهوه هنا بقى على الترابيزه دي برضو ايه، صف اول على البحر. فقشطه، ده اكتر مكان انا بحب اشرب فيه قهوه في دهب كلها، بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر عن طعم القهوه. انا بالنسبه لي الفيو عامل اساسي في حبي للمكان، والمكان ده الصراحه الفيو بتاعه وهم. وبعدين مش الفيو بس، يعني ايه ستايل القعده، يعني ايه خشبيات، حاجه كده اللي هو ايه يعني هاديه، فاهم قصدي؟ هو ايه الدنيا خشب كده ومنظر رايق لذيذ وبتاع، وبعدين ايه حيوانات لذيذه في كل حته كده، قطط بقى، كلاب بتاع مش عارف ايه. نقعد بقى نروق شويه، نستنى القهوه بتاعتنا ونكمل اليوم بتاعنا. جت قهوتي المفضله دهب حرفيا، يعني مفيش احلى من كده والله العظيم. قاعد كده في روقان تستمتع بالبحر لوحدك، مفيش حد، معاك كوبايه القهوه بتاعتك، في
سكون بقى وروقان، مفيش بقى. تتفرج على الفيو ده بقى. انا يعني بصوا يا جماعه، انا كل شويه اقول لكم اتفرجوا على الفيو ده واوريكم الفيو، عشان الفيو لا يمل منه. يعني مش هنضحك على بعض، وخصوصا للناس اللي ما جتش دهب قبل كده. مش عارف في صوت فيروز، مش عارف هو شغال منين، بس جاي قوي بقى مع الجو اللي احنا فيه ده. روقان. وبرده من هنا واحنا قاعدين احنا شايفين الجبال بتاعه السعوديه، يعني من اي مكان تقريبا انتوا شايفين الجبال بتاعه السعوديه. بصوا كده، دي جبال السعوديه يا جماعه، كل اللي هناك ده دي السعوديه. خلصنا القهوه بتاعتنا، هنودع فلات وايت وهننطلق بقى لمكان تاني ينفع ننزل منه البحر. اتفرج عليه دلوقتي، خليكم معايا. في مكان بقى زي كافيه كده او بار على البحر ينفع ننزل نعوم منه، بس انا مش عوم الصراحه. جو برد شويه بالنسبه لي، انا باعي على طول في الجو ده، فانا نقعد هناك ايه نروق شويه. وصلنا يلا بار. هو ده يا جماعه، هو طويل شويه يعني، المكان بتاعه كبير. ركننا العجله بتاعتنا هناك اهو، خش نقعد جوه شويه. من الحاجات المميزه بقى، او ليه يلا بار اصلا مشهور يعتبر، يعني علشان في مكان ممكن ننزل نقوم منه على طول. يعني عندهم منزل كده للبحر، فالناس بقى ايه الفكره، بنقعد على بتقعد في الكافيه، تقعد تشرب حاجه بتاع، تسيب الحاجه بتاعتك عادي جدا، تنزل تعوم في البحر على طول، وبعد كده تطلع تاني تلاقي حاجتك، تلاقي كل حاجه. فهنخش نقعد جوه، اصحابي اصلا قاعدين على الترابيزه هنا هم. خليني بقى ايه اخش افرجكم المكان بص بقى من جوه يا جماعه. يعني هو ده يلا بار برضو، يعني هو في كذا منزل بقى. يعني لما جينا هنا ده منزل للبحر مثلا، في منزل تاني قدام على الشمال، في منزل تاني قدام على اليمين، ففي كذا منزل للبحر. وبعدين المكان كبير قوي قوي قوي، يعني بصوا كل ده، ومن هنا الناحيه دي وهناك. لا هناك ده مش المكان القعده بتاعتهم، يعني الاخر المكان يعتبر نسبيا كبير قوي. وبعدين الحلو فيه زي ما بقول لكم، اللي هو ممكن تقعدوا هنا تاكلوا او تشربوا وتنزلوا البحر على طول. دلوقتي هننطلق بقى عشان نروح نتغدى. قعدنا هنا شويه كده روقنا، في ناس مننا نزلوا البحر، بس انا ما نزلتش الصراحه، مش قادر خالص، قلت لكم الجو ده بيعين. فهننطلق بقى من هنا دلوقتي ونروح نتغدى ونكمل اليوم بتاعنا في ده. قبل ما نروح نتغدى بقى، قلت لازم اوريكم الغروب هنا. اللي قدامكم ده يا جماعه شاطئ اللاجونه، واللي مش عارف ايه هو شاطئ اللاجونه ده، فده واحد من اشهر الشواطئ اللي موجوده في دهب. انشطه كتيره جدا بتتعمل هنا، زي ان الناس تيجي هنا مخصوص ان هي تتفرج على الغروب، او ان هي تنزل تعوم في البحر وتستمتع بمنظر الجبال اللي بيكون موجود وراها. غير كده في نشاطات كتيره قوي بتتعمل على الشاطئ ده، نشاطات بقى زي الكايت سيرفينج والويند سيرفينج. وبرضه تقدروا تيجوا هنا تقعدوا بقى على الشاطئ نفسه وتفرجوا وتشربوا احلى كوبايه شاي وانتوا بتستمتعوا على الفيو الرهيب ده. منظر الشمس وهي بتغرب من ورا الجبال بيكون منظرها رهيب. والجبال اللي قدامنا دي يا جماعه جبال مصريه، عشان عارف ان انا خنقتكم من الصبح، جبال السعوديه. جبال السعوديه اللي قدامنا دي الشمس بتغرب عادي من ورا جبال مصريه، ومكان تقدروا تاخدوا فيه بريك بسيط كده تستمتعوا بالهدوء والجمال بتاع المكان ده. البحر ده ممكن يتنزل يتعام فيه عادي جدا، بس الفكره ان الجو ده على طول بيعين، فقررت ان انا ما انزلش المره. وصلنا يا جماعه المصري اخيرا عشان ناكل. والله رايقه رايقه قوي الشوربه دي يا جدعان، في وقت البرد كده بتبقى تحفه. كفته يا جدعان والفراخ، وانت طالب ايه، كباب، والحركات كلها نزلت. ندوق بقى ايه، انا اكلت هنا قبل كده الصراحه، فانا عارف ان الاكل رايق. انا نسبيا يا جدعان قضيت على البطاطس من كتر ما هي رايقه، الصوص بتاعها فعلا جامد، يعني حاطين معاه بصل وبتاع وحركات. هو الحاجات الرايقه في مصر عامه، يعني اللي هو ايه، هتاكل وجبه كبيره نسبيا معاك كذا حاجه بقى، سلطه ورز وخضار ومشويات وبتاع ومش عارف كل الهبل ده، وطحينه وعيش، بسعر يعتبر كويس بالنسبه لحاجات تانية كتير قوي موجوده هنا في دهب. خش بقى معايا في الايه، خش معايا في الكفته، الكفته الرايقه، ونعمل لها ايه، حمام طحينه. بجد الكفته حلوه فعلا. عايزين نشوف قصه الفراخ، قصته ايه، ده المنظر بتاعه رايق برضه. يعني الوجبه اللي احنا جايبينها دي ثلاث قطع وثلاث قطع، رز وبطاطس وسلطه وشوربه وقصه. يعني اديله حمام طحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيش جامد يا جدعان، شيش جامد والله.
جامد قوي. خلصنا اكل يا جماعه في مصر، بجد كنا جعانين جدا، فرهدت كتير قوي في اليوم النهارده وفعلا كنت جعان، فالاكل الصراحه كان جامد قوي. دلوقتي بقى نتمشى شويه في المدينه بتاعه دهب بالليل. بعد ما قضينا يوم كامل مع بعض في دهب، فعلا مش لاقي الاجابه الصريحه للسؤال ليه الناس بتفضل تيجي دهب وبتكون اكتر مكان بيوحشهم. هل عشان جمال الجبال، او مثلا سحر غروب الشمس على اللاجونة، او مثلا عشان هدوء الممشى والاحساس بالامان، او جمال الناس اللي موجودة هناك وطبتهم، ولا جمال الحياة البحرية والشواطئ والمغامرات اللي ما تعرفوش تعدوها هناك؟ الصراحة الاجابة مش معروفة، بس الحاجة اللي متأكدين منها اننا على طول هنفضل نروح دهب تاني وتالت ورابع. اكتبوا لي في الكومنتات جيتوا كم مرة دهب، وايه اكتر حاجة بتحبوها هناك.